وأولى مساحاتنا لليوم راح تكون مع المساحة القانونية، ونسلط فيها الضوء على قانون الجريمة الإلكترونية. قديش نور اليوم هذا القانون عامل صدى بالمجتمع السوري عنا؟ أكيد، يمكن كثير شفنا بالآونة الأخيرة استخدام السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عم يعني يكون فيها أحيانا إساءة لكثير من الأشخاص وللمؤسسات. هيدا القانون نوعا ما حد من هي الظاهرة، أحيانا بتشوفي تنمر بشكل مو طبيعي على كثير من الأشخاص. هذا القانون بعتقد جدا مهم اليوم للحد من هي الظواهر، وشفنا يعني السوية كيف خفت، كيف الناس بقت تاكل هم. لما أنا لما بدي أتناول بطريقة إيجابية أو من نقد بناء، هي بعتقد مسموح ومباح لكل الناس، بس لما يكون الموضوع يتناول الإساءة والتشهير والتنمر كتير شيء مؤذي بالنسبة لي. وأكثر من هيك تعدى الموضوع أكثر للتهديدات اليوم. صحيح. لاختراق للخصوصية، لكثير من القصص اللي أثرت اليوم على مجتمعنا السوري. رح نضوي أكثر على هذا القانون والتعديلات وآلية الشكوى وكل هي التفاصيل رح نحكيها اليوم مع المحامي الأستاذ أحمد الدعبولي. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا فيك. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نبسط شوي الأمور لكل الناس اللي عم يتابعونا، ونعرف يعني شوي شو معنات الجريمة الإلكترونية، يعني مشان كل الناس تعرف مبدئيا شو هي الجريمة الإلكترونية. لأنه لما بدي أكتب شيء أو أتناول حدا، أتناوله بطريقة فينا نقول سليمة، ممكن الناس كمان ما بتقصد، يعني ما بتعرف طريقة أساسا التواصل. هلا مبدئيا الجريمة الإلكترونية هي كل فعل مخالف للقانون يقترف عن طريق الشبكة العنكبوتية، عن طريق الإنترنت، أو باستخدام المنظومة الرقمية. والمنظومة الرقمية هون المقصود فيها هي أي جهاز إلكتروني يحوي داتا، كجوال، كجهاز آيباد، كلابتوب، كبي سي، أي جهاز إلكتروني يسمه منظومة رقمية تزيد فيها إلى قد تصل إلى البطاقات الممنغطة، اللي هي بطاقات الصراف، البطاقات البنوك التي يمكن تم الاحتيال فيها، سرقتها، استخدامها، سرقة الداتا تبعها بأسلوب معين في محاولة الاستحصال أو سرقة المبالغ المالية المتواجدة فيها. الجريمة الإلكترونية يعني هي بنطاق الانتشار الكبير للسوشيال ميديا والاستخدام المباشر للشبكة الإنترنت، صار في عنا خطورة إجرامية ممكن زادت بشكل كبير. يعني احنا نعطي مثال مبسط حتى يتم الفهم بشكل سريع للجريمة الإلكترونية. فلنقول عندنا شخص نحن محتال، ممكن هذا نطاق احتياله، هذا الشخص الخارج عن القانون لا يتعدى 10 أشخاص، 15 شخص إلى 100 شخص اللي ممكن يحتاجه. لكن باستخدام الوسائل التقنية والشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال، هو ممكن يتعدى إلى آلاف من الآلاف من الآلاف من الناس. لهيك صار في عندنا خطورة إجرامية ممكن تأثر على المجتمع بشكل كبير. هاي خلينا من عند باب تعريفك البسيط ليش القانون فعلا عدل القوانين الجريمة الإلكترونية، شدد بعقوبات الجريمة الإلكترونية لما فيها من خطورة كبيرة على المجتمع السوري. أستاذ، طبيعة الجريمة الإلكترونية بأركانها تختلف عن باقي الجرائم، وأثباتها اليوم عم يكون على الشخص اللي وقعت عليه المشكلة نتيجة الخاصية اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والنت هي آلية الحذف إذا بدنا نقول. اليوم شو دور اللي وقعت عليه فينا نقول الإساءة، كيف هو لازم صارت معه هي القصة أو تعرض لإساءة معينة، كيف فورا لازم يحفظ فينا نقول حقوقه؟ هلا مبدئيا اول شيء نحن بنعرف مثل ما حكيتي حضرتك انه فعلا في عمليه حذف لاي شيء عم يتم فيه الاساءه، لاي شيء عم يتم فيه ارتكاب فعل مخالف للقانون. لكن الشكل المباشر او العمليه المباشره، الخطوه المبدئيه الاولى التي يجب ان يقوم فيها اي ضحيه لجرائم الالكترونيه هي القيام باخذ التقاط صوره سكرين شوت للبوست، للتعليق، للمحادثه والاحتفاظ فيها. لكن نحن هون في عندنا صعوبه صراحه بتواجهنا أو بتواجه بصراحة أكثر، هي الضابطة العدلية اللي هي قسم أو فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية. لما عم بيتم هاي الإساءة أو عم بيتم هذا الاحتيال، هذا الشيء المخالف للقانون عبر خطوط أو خارج حدود الجمهورية العربية السورية، لأنه رغم أنه في صعوبة أحيانا داخل حدود الجمهورية العربية السورية كونه في أشخاص عم بيكونوا محترفين بروفيشنال بالإساءة أو بالنصب والاحتيال، لكن عم يطوروا قدراتهم الفرع الجريمة الإلكترونية لمحاولة إلقاء القبض على كافة الأشخاص في منه عم بيستخدم مثلا VPN IP خارج حدود الجمهورية العربية السورية رغم أنه هو داخلها. لكن هون في عندهم هن وسائل تقنية عم تخليهم يعرفوا يحددوا المصدر عن طريق سواء كان النت المستخدم هو نت من هاتف أرضي، راوتر، أو من نت شبكة جوال. عم يقدروا يحققوا فعلا خطوة جبارة وخطوة جريئة جدا بهذا الصدد قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية. لكن في عندنا حالات يعني لا حول ولا قوة فيها، يعني خارج حدود ممكن ينعرف صاحبه
لكن هون يختصر الإجراء فيها على أنه وضع ترصد قدوم له، وضع إزاعة بحث على هذا الشخص الموجود، في حال حضوره إلى الجمهورية العربية السورية يتم إلقاء القبض عليه، أو إلى حين تفعيل اتفاقيات البروتوكول الدولية اللي هي بتسليم المجرمين والمطلوبين. هي جزئية كتير مهمة تماما. يعني لما يتم تفعيلها قديش فعليا بتحد مهمة من هي الظواهر بشكل كتير كبير. خلينا نحكي عن التعديلات الجديدة على قانون الجريمة الإلكترونية. قبل كنا نعرف أنه يتحاسب، بس اليوم عم يكون بطريقة أوسع، بطريقة يمكن تفصيلية أكثر، بطريقة صحيح. فيها تحديد للأمور بشكل مبسط أكثر. القانون اللي كان ناظم بشكل كبير يعني وحدد كثير خطوات وعمليات للجريمة الإلكترونية هو القانون رقم 17 للعام 2012، لكن المرسوم الأخير، مرسوم التشريع اللي أصدره السيد الرئيس بال 18/4 مرسوم 18/20 لعام 2022، اللي هو كان فعلا خطوة كثير كبيرة بالحد من انتشار الجريمة الإلكترونية، كونه زاد العقوبات، زاد الغرامات، أدخل عقوبات جديدة، وشدد إذا وقعت هذه الجرائم على الجهات العامة، وشدد إذا وقعت على مؤسسات مالية سواء كانت عامة أو مشتركة أو خاصة. هذا التشديد برفع الغرامة ورفع العقوبة والسجن المتواجد بهذه المواد القانونية الناظمة زاد بشكل كبير إلى الحد أنه صار شخص يعني لك كثير للأسف نحن بنتعرض أحيانا أنه أنا بدي أرتكب فعل مخالف للقانون، لو على مستوى بدءا بانتهاك الخصوصية للذم للقضح للنشر للاختراق الأجهزة الإلكترونية، أنه أخي أنا غرامتي 300 ليرة، غرامتي 10,000 ليرة، غرامتي 100,000 ليرة، حبسي 10 أيام، يعني أنا محرزة قصة كلياتها، المهم أني فيش غلي للأسف. خلينا نحكي بشكل عام هيك المخالف للقانون عقله عم يفكر، لأنه نحن لما بدنا نوضع قانون المشرع السوري بدرس هي احد الجوانب، هي جوانب الاجراميه للشخص المخالف للقانون، شو الشيء اللي بيردعه. نحن بنعرف القانون هو عنده ردع عام وردع خاص للاشخاص، لهالسبب هذا لما زادت الغرامات وشدد العقوبات الحبس كانت سبب كبير للحد من انتشاره. صحيح تمام. طيب خلينا نحكي معك استاذ عن الوعي اليوم، قديش ملاحظه في حاله وعي اليوم عند المواطنين، صاروا بيعرفوا انه بيقدروا يحفظوا حقوقهم ويرفعوا دعوى جريمه الكترونيه، وخلينا نحكي عن اليه هي الدعوى كيف والشكوى وين بتصير. تمام. هلا مبدئيا الوعي للاسف يعني خلينا نقول لساته صغير شوي، لكن في تطور كبير عما سبق. يعني ندوات الاعلام عم بيكون فيها، لقاءات الاعلام عم بيكون فيها مثل حضرتكم، او الانتشار الكبير عبر السوشيال ميديا عن اهميه الحد من انتشار الجريمه الالكترونيه، عم توعي فعلا الناس وعم بتحضن على اقامه الدعوه او الشكوى على الشخص. وانا كثير عم تعرض لحالات فعلا عم يجيني اهل يعني متخلصين من العقليه القديمه، من العقليه المتخلفه، انه انا بنتي عم تحكي مع شخص وهو اساله وصار يبتزها، سواء كان بعت صور او ما في صور او ايا كان، ممكن تكون احيانا حاله طبيعيه، يعني مخطوبه البنت بوضع طبيعي تتحدث هي وخطيبها شيء لكن المشكله انه كان في عندنا عقليه انه لا انا ما بصير، انا ما بفضح حالي، لا انا عم بلاحظ في تطور ووعي مجتمعي واسري وعائلي كبير جدا بخصوص هذا. انه احيانا عم يجي انا الاب اللي عندي عم بيقول لي انا بس عتبي على بنتي، ليش ما خبرتني من شهرين؟ ليش خبرتني هلا؟ انا من اول شيء انا ما بسمح بهالشكل يصير هالابتزاز هذا. لكن في تطور، احنا ودائما نطمح يكون سواء تعديل القانون فعلا الحد الاكبر من الجريمه الالكترونيه والندوات الاعلاميه وتسليط الضوء على هالمشكله هي ليتم فعلا معالجتها والحد من انتشار المجرمين، لانه كل شخص عم يرتكب جريمه عم يتحاسب، عم يتطور اثنين لثلاثه لاربعه، لما بتحاسب من اول مره اكيد ما راح يتطور. بالنسبه لاليه الشكوى والادعاء، هي تبدا الشكوى والادعاء مثل ما حكينا باول حديثنا، انه الشخص بيتم التقاط صوره او للمحادثه للتعليق للحساب المنتحل كوسيله اثبات، ومن ثم يتم تنظيم معروض امام النيابه العامه الموجود في هذا الشخص، فلنقل ارتكب الجرم في دمشق، يتم تنظيم معروض امام النيابه العامه في دمشق اللي بيقدم لها اياه، وبتدرس الحاله تبعه والفعل المخالف للقانون، وبتحوله الى فرع مكافحه الجريمه الالكترونيه او قسم مكافحه الجريمه المعلوماتيه باداره الامن الجنائي، اللي بيقوم بتنظيم الضبط اللازم اصولا، باخذ الافادات، بالتاكد انه احنا كمان هون في عندنا خلينا نقول لك النص بضئيله، انه ممكن يكون حتى المحادثات اللي موضوعه في الادعاء قد تكون فيك، يعني هي غير صحيحة مفبركة، لكن بيتأكدوا أنه هلها عن طريق إجراء خبرة فنية على جوال المدعي بداية للتأكد أنه هذا الشخص فعلا مجني عليه، هل هو ضحية؟ عند التأكد من هذا الشيء بيحاولوا يوصلوا للشخص صاحب الحساب، صاحب التعليق، صاحب الفعل المخالف للقانون، ليتم إحضاره إذا كان معروف فوريا، ليتم إذاعة البحث عنه، ومن ثم بعد انتهاء الإجراءات وختم الضبط اللازم أصولا يتم إحالته إلى القضاء، ليتم إحالته إلى المحكمة المختصة اللي هي محكمة بداية جزاء المعلوماتية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في قانونا.
طيب استاذ احمد، خلينا نحكي اثر هالقانون فعليا قديش عم تشوفه فعال اليوم. قبل كنا نشوف على وسائل التواصل والسوشيال ميديا في كثير اساسا تنمر واساءة لكثير من الاشخاص، اليوم عم نشوف في اختلاف نوعا ما، عمل نوع من التوازن اذا فينا نقول. صحيح، هلا القانون فعلا عم يعالج حالات مجتمعيه، عم بيعالج فعلا الحاجه من وجود هذه الافعال المخالفه للقانون للحد منها. القانون كان له دور كبير سواء في حد من ارتكاب هذه الجريمة وفي المقابل وفي تطوير القدرات والوعي لدى الأشخاص للقيام بمعرفة حقوقهم وواجباتهم وعدم انتهاك حقوق الآخرين. يعني نعرف عن من أبسط الأشياء اللي عم تصير، ممكن شخص ينتحل صفة شخص آخر، ينتحل ممكن يساوي حساب باسمك، هذا الحال هو عقوبة. الاحتيال مثلا الكثير، القانون الأخير اللي صدر بالعام 2022 كان له كثير كبير وأدخل جرائم معينة. يعني هلا مثل ما حكيت أول خلينا نحكي عنه شوي، يعني التعديلات هي والجرائم اللي كان مو على نطاق واسع، لما نقول كان في محاسبة بس ما كان في هي التحديد التفصيلي لنوعية الجريمة وقديش فعليا تصنف، يعني صار في تصنيف للجرائم الإلكترونية بشكل أوسع. صحيح، هلا نحن من حيث المبدأ القانوني كل شيء، كل قانون يصدر بعد قانون العقوبات العام هو قانون خاص ويخضع الفعل له للقانون الخاص. مثلا قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية تخضع الأفعال المجرمة لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكل ما سكت عنه القانون يخضع لقانون العقوبات العام. كل ما تم زيادته في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية هو عم يتم فعلا الحد منه من دون الرجوع إلى قانون العقوبات العام، كونه عم بتكون القانون الحديث هو قانون عم بيواكب المجتمع، عم بيواكب الحياة، عم بيواكب الأسعار، عم بيواكب الشيء اللي ممكن يحد الفاعل أو الجاني من القيام بفعله. لكن الشيء اللي كان فعلا، خلينا نسلط الضوء عليه، مثل ما حكيت أول حديثكم، إنه كتير عالم أحيانا عم تنشر أو عم تتحدث أو عم تشطبق بشيء ما هي ما بتعرف المخالف للقانون. يعني مثلا كثير اللي عم يحكوا مثلا على وضع الكهرباء، اللي عم يحكي على وضع الاقتصاد، ما اختلف اكيد في وضع قد يكون ضمن امكانيات معينه للدوله، لكن انت عم ترتكب فعل مخالف للقانون الى حد ما. لما انا بده يصير في اساءه لمسؤول، بده يصير في اساءه لموظف، خاصه عفوا استاذ خلينا نوضح اكثر هي النقطه يمكن عامله شوي جدليه، انه لما نحكي قانون هو ما منع الناس تحكي، هو طريقه توجيه يمكن النقد، نحن عم نحكي انه وجه النقد للعمل وليس للاشخاص، او ذكر مثلا معلومات شخصيه بتمس مثلا بحياه الشخص اللي نحن عم نحكي عنه. تمام. هذا هو اللي بس حمى القانون. صحيح، احنا هلا من حيث المبدا عم يطلع احيانا كثير مثلا من الاكاديميين الدكاتره المهندسين عم يضع، مثلا انا من وجهه نظري كاكاديمي كدكتور، انا حلي معالجه قطع الكهرباء في محافظه حمص على سبيل المثال، في محافظه طرطوس على سبيل المثال، عن طريق مثلا وضع عنفات، عن طريق وضع كذا، هو عم يعني ينتقد واقع الكهرباء الموجود بمحافظته لكن بشكل بناء، بوضع حلول، وليس عن طريق فقط التهجم والذم والقدح والاساءه سواء للموظف في شركه الكهرباء او حتى مثلا الى سيد وزير الكهرباء. هذا محقق انت، لكنه هذا بالنهايه عم يعمل ضمن امكانيات معينه، ضمن الامكانيات المتاحه له، ضمن النطاق الخاص فيه، سواء من موظف الى مستوى الوزاره، ضمن الوزاره هيك الامكانيات المتاحه، انت مالك حق انك تنتقده بشكل مخالف للقانون. هاي النقطه اللي عالجها قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه، انه انت اذا كان وقعت هالشيء هذا، الذم، القدح، الاحتيال، اي فعل كان على جهه عامه، فهي تشدد العقوبات اللي قد تصل الى 15 سنه. إضافة إلى مثلا المواد التي نظمت النيل من هيبة الدولة، النيل من مكانة الدولة المالية. نحن كثير عم نلاحظ حيث فعلا نحن جميعنا بنعرف أنه في كثير صفحات هي ما عم تدار من سوريين، عم تدار من جهات خارجية بسبب مؤامرة المحاكي ضد بلدنا، هي فعلا عم تحاك من دول خارجية لفعلا إضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني، إضعاف الثقة بمكانة الدولة السورية، إضعاف. فهون القانون هي هو دوره الحقيقي، اللي هو الحد وزرع الاستقرار ضمن المجتمع بشكل البناء اللي بيضمن حقوق الجميع وتنفيذ واجباتهم. طيب خلينا نحكي بعض التعديلات ضمن هذا القانون لنصر نصنف الجرائم الإلكترونية أكثر لكل الناس اللي عم يتابعونا. تمام. يعني نفسرها أكثر شوي، نحن عم نحكي نوعا ما لهلأ عموميات. صحيح. يعني خلينا نفصل شوي شوي مع حضرتك أستاذ أحمد، ضمن الوقت المتبقي الجرائم الإلكترونية كيف تصنف مبدئيا؟ يعني أنا عندي صفحة على الفيسبوك وبدي مثلا أعلق أو أعطي رأيي، أنا رأيي كيف بيكون ضمن انتهاك لخصوصية شخص، أو أنا مثل ما قلت تناولت مؤسسة حكومية، هون التعبير المجازي أكثر. هلا الجرائم الإلكترونية هي نوع القانون وحاول يشمل بجزء كبير منها كافة الأفعال اللي عم ترتكب، اللي هي بدءا من الدخول إلى منظومة إلكترونية أو حساب شخصي،
مرورا بانتحال صفة شخصية إلى انتحال صفة كاذبة إلى الاحتيال عبر الشبكة إلى الترويج للمخدرات إلى النيل من مكانة الدولة إلى النيل من هيبة الدولة إلى إرسال البرمجيات الخبيثة إلى الوغول إلى منظومة معلوماتية لا يخولني إلى هون بنلاحظ نحن القانون المكان دقيق المشرع السوري اللي هو ميز ما بين مثلا الدخول إلى حساب شخصي واستخدام هذا الحساب. هاي كان تعديل كبير، لكن من أبرز التعديلات صراحة اللي كانت ضمن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية هو تشديد الغرامات وتشديد العقوبات وإضافة جرائم اللي هي النيل من هيبة الدولة، النيل من مكانة الدولة المالية، اللي حدد القانون السوري بهالمجال هذا بغية الحد منها. فعلى سبيل المثال مادة 19 من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية كانت بتنص على الاحتيال على اللي هي كانت العقوبة أصبحت من 3 سنوات إلى 5 سنوات والعقوبة من 3 ملايين إلى 5 ملايين، وشدد في حال كانت على مؤسسة عامة من 5 سنوات إلى 7 سنوات ومن 5 مليون إلى 7 مليون. بنلاحظ هذا المفارقة هي وتجديد العقوبة صار شيء كبير رادعة للشخص اللي ممكن يكون فعلا بارتكاب هذا الفعل المخالف للقانون. طيب خلينا نعطي هيك من حضرتك نصيحة ممكن يوم توجهها لكل الأشخاص يلي بعدهم عم يتعرضوا لأذية معينة بما يخص الجريمة الإلكترونية أو ما عندهم وعي أو أي نقطة نحن ما ذكرناها وحابب تضوي عليها. قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية شرع لمصلحة المواطنين بشكل عام وحماية الجهات العامة من الكيد ومن الذم والقدح والإساءة اللي ممكن تلحق فيهم. أنا النصيحة اللي بوجهها كمحامي اللي هي إنه أي شخص بتعرض لإساءة لا ترد الإساءة حتى ما تكون أنت ضحية تصير ضحية وفاعل للجريمة. قم بإثبات هذا الفعل المقترف بحقك بالطرق القانونية اللي هي مثل ما حكيت قبل شوي سكرين شوت أو حفظ الرابط أو إرساله فوريا إلى جهة تانية اللي تم حفظه ومن ثم إعطائه للضابطة العدلية. اثنين، لا تتردد أبدا في القيام بتنظيم شكوى وإدعاء أمام الجهات المختصة، لأنه لو تهاونت أنت فأنت عم تعرض غيرك للإساءة، لو أنت تنازلت عن حقك فأنت عم تجبر حدا آخر التنازل عن حقك. كل شخص عم يتعرض للإساءة لا يرد الإساءة حتى يضمن حقه ولا يتحول من مجني عليه إلى جاني، ومن ثم تنظيم الضبط اللازم. ولما كل واحد فينا ضمن المجتمع بيقوم بهالعملية هي أنا متأكد خلال فترة قصيرة لن يتجرأ أحد على القيام بأفعال مخالفة القانون فيما يخص الجريمة الإلكترونية. طيب من خلال تعاملك أستاذ أحمد بشكل يومي عم تلمس تفاعل الناس جدا ضد القانون؟ جدا. عم يكون فعليا في يعني ناس عم تتحاسب؟ يعني كل الناس بتقول لك أنا بسمع إنه في فلان فعلا ألقوا القبضة لا يتحاسب، في ناس تعرضت للإساءة عبر مواقع السوشيال ميديا، بس فعليا قديش عم يتم تنفيذه على أرض الواقع؟ عم يتم تنفيذه بحذافيره القانون صراحة. والنقطة اللي حكيتها قبل شوي هي مو بس الردع، يعني حتى الشخص الضحية لما أنا بعرف إذا اشتكيت على فلان أساء لي أو سب علي أو أخذ لي حسابي أو 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 أيا كان، شو بدي أروح على القضاء وساوي ضبط وتشنشط وتمر وآخر شيء رح ينحبس له يومين ثلاثة أو يدفع له غرامة 5000 ليرة مشكلة. لكن حتى القانون شجع الأشخاص على القيام بالإدعاء والشكوى وردع المجني عليه من القيام بالأفعال. حتى سرعة التقاضي عم تكون جدا بفصل الدعاوى حسب موضوع الدعوى. في سرعة التقاضي ما بنكرر الإلكترونية عن باقي الجرائم عم نحن صح نحن. طبعا بالنسبة لباقي الجرائم بالنسبة للدعاوى المدنية هي لا تقارن أبدا، لكن بالجريمة الإلكترونية اللي عم بيحد اللي عم بيحدد سرعة التقاضي فيها هي حصرية آلية إثبات إحضار شهود، إحضار الوسائل الإلكترونية تثبت قيام الفعل مخالف للقانون. شكراً كثير لك الأستاذ أحمد الدعبول لكل المعلومات اللي قدمتنا إياها اليوم. العفو، أهلا وسهلا. شكراً لك لوجودك معنا. شكراً. العفو، أهلا وسهلا.